اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني مع حلقه جديده لماده المقاسات. هنتكلم هناخد فكره عامه النهارده عن ماده المقاسات للصف الثاني والثالث قسم ملابس جاهزه. ماده المقاسات تعتبر من المواد الهامه جدا في تخصص الملابس الجاهزه، وبعتمد عليها في تخصص سواء في الورشه او في حصه الملابس او في المصانع والورش الصغيره. ليه المادة دي بقول عليها مادة مهمة جدا؟ لأن بقول عليها مقاسات وتكاليف. أنا بحسب المقايسة اللي هو الموديل اللي أنا هنفذه، بعد ما بختار الموديل وارسم الباترون ازاي هقدر ارسم اعمل تكاليف، بأحسب كمية القماش اللازمة لتنفيذ الايه الموديل دوت، وكمان ازاي احسب انا هشتري القماش بكام وهيكلفني قد ايه، ولو هعمل كمية هعمل الكمية هتكلفني قد ايه، وخامات وهتكلفني قد ايه مصاريف، والماكينات بحسب الماكينات والتكاليف الخاصه بالخط الانتاجي بتاعي اللي انا هحتاجه، والماكينات اللي انا محتاجها في الخط الانتاجي ايه عشان انفذ الموديل ده. هنشوف مع بعض النهارده فكره عامه عن ماده المقاسات وايه هو الهدف منها وليه احنا بندرسها وهتفيدنا في ايه في سوق العمل. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض كده. النهارده اول حاجه هنشوف هناخد مقدمه عن ماده المقايسات. طبعا احنا عارفين ان الدوله بتشجع الملابس الجاهزه وبتعمل تعديل لسوق العمل وبتشوف احتياجات سوق العمل ايه علشان اغطي الصادرات الموجوده في سوق العمل. فاحنا عندنا الملابس موجوده بايه بوفره، ولكن في احتياجات معينه بيحتاجها سوق العمل، فلازم انا بعمل مناهج خاصه ان انا تواكب سوق العمل وتطوير سوق العمل في الايه المصانع بتاعتنا. بعمل ربط بين التقدم العلمي للصناعه، وطبعا رجال الاعمال ورجال التعليم بيعملوا تحسين للمناهج بحيث يبقى في مواصفات الانتاج اللي هي توفر الجهد والوقت وخفض التكاليف. انا بعمل على زياده الانتاج واعمل على ازاي اعمل تخفيض للتكاليف وازاي اوفر في الوقت والجهد لانتاج السلعه اللي عندي بحيث ان اعمل زياده في الخط الانتاج. طبعا ده بيعمل ايه؟ بيدي عمليه تقدم وبيزود من حاله المنافسه في وحدات الانتاج طبعا بين البلاد الصناعيه وبين الاسواق، وبتساعد على الاستهلاك الكثير وكسب اسواق الاستهلاك، ان كل ما تنوعت البضاعه كل ما زاد عليها الطلب. اهميه بقى ماده المقايسات، ليه انا بهتم بماده المقايسات وليه انا بدرسها في تخصصي؟ احنا عندنا ماده المقايسات دي ماده متكامله، يعني بقول مترابطه مع بعضها، يعني تانية وتالتة مترابطين مع بعض وبيكملوا بعض، فعشان كده بعتبرها ان هي ماده واحده. ما بقولش ده ايه منهج سنه تانية، لا ده منهج سنه تالتة، لا لازم اعرف ليه انا بدرس الماده دي وليه بدرسها على سنتين مش على سنه واحده. اول حاجه اهميه ماده المقاسات ان هي مواكبه التطور التكنولوجي الحديث لتواكب تطورات ومتغيرات سوق العمل. انا بعتمد في ماده المقاسات ده على التصميمات والديزاين والموديلات اللي هيتم تنفيذها، فلازم اكون على تطور بالتكنولوجيا الحديثه ان ايه عشان اقدر اشوف المتغيرات اللي بتحصل في سوق العمل. يعتبر المقايسة هو النشاط الرئيسي في الإطار العام للمنتج مصانع الملابس الجاهزة، يعني بقول إن المقايسة دي هي الأساس اللي بيتبني عليها المصنع، يعني من غير المقايسة ما أقدرش أشتغل داخل المصنع، ما أقدرش أحسب الخامات بتاعتي، ممكن أهدر في الإنتاج، ممكن ما أقدرش أحسب الأجور بتاعت العمال، أجر المكان، كل ده أنا بحسبه من خلال المقايسة اللي احنا بنقول عليها في المشاريع الكبيره بقول عليها دراسه الجدوى او التكاليف الايه اللي بتبقى تكاليف مباشره وتكاليف غير مباشره للمنتج. الرؤيه، ايه هي الرؤيه بتاعه ماده المقايسات؟ طبعا احنا بنقول ان احنا بنبني كوادر بشريه قادره على استيعاب والتعامل مع متطلبات العصر والتطور التكنولوجي السريع، يعني انا لازم يكون عندي كوادر بشريه مدربه بتتعامل مع متطلبات العصر، تبقى فاهمه متطلبات العصر ايه
ومواكبة التطور التكنولوجي السريع. تخريج عمالة فنية ماهرة مدربة على التكنولوجيا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتواكب تطورات متغيرات سوق العمل. هل المؤسسات فيها تطور تكنولوجي؟ أو طبعا أنا أقدر أستخدم برامج الكمبيوتر في المقايسات، يعني أقدر أعمل حساب التكاليف بتاعتي، حساب المقايسة بتاعتي، الصادر والخارج للخامات، كل ده على برامج الكمبيوتر اللي هي برنامج الأوفيس، سواء استخدمت برنامج الإكسل أو برنامج الباوربوينت أو برنامج الأكسس اللي هو بتاع قاعدة البيانات أو برنامج الوورد. لان ده بستخدم الكمبيوتر في حساب العمليات الحسابيه. انا عندي الاكسل برنامج حسابي بحط عليه الخامات وبحسب من خلاله التكاليف المباشره والتكاليف الغير مباشره، بحسب تكلفه الخامات نفسها، بحسب عن طريق برضو البرنامج كميه الخامات الموجوده داخل المؤسسه او تكلفه المنتج الواحد بالنسبه للخامات اللي انا هشتريها. نشوف بقى الرسالة. طبعا بتقدم المادة العلمية مادة علمية متميزة لطلاب التعليم الصناعي قسم ملابس جاز، تعتمد على الابتكار والإبداع والتميز لمواكبة التطور التكنولوجي. يعني احنا بنقدم مادة علمية متميزة للطلاب بحيث ان هم تساعدهم على الابتكار والإبداع في مجال الملابس الجاهزة. الأهداف، إيه هو بقى الهدف الأساسي لتدريس المادة؟ المادة دي أنا بقول ما اسمها إيه؟ اسمها مقايسات وتكاليف، يعني الغرض منها حساب تكاليف المنتج أو تكاليف الـ 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 القطعة أو تكاليف الكمية. يبقى أنا حسب اللي أنا عايز أعمله التكاليف، سواء موديل واحد أو كمية أو خط إنتاجي، او جالي عميل عايز يعمل عندي طلبية، يبقى لازم اكون عارف تكاليف احسبها ازاي كاملة، ازاي اعرف احسب الخط الانتاجي بتاعي، انا محتاج قد ايه خط انتاجي داخل المصنع بتاعي عشان اقدر اعمل الطلبية دي، سواء المنتج بتاعي فستان، جونيلا، جيبة، ملابس مدارس، واحنا داخلين دلوقتي على ملابس المدارس. طبعا كل مصنع وكل ورشه بتبدا دلوقتي تحسب كميه الطلبات اللي جايه لها، لان كل مدرسه بيبقى ليها زي معين، كل مدرسه بيبقى ليها طلبات معينه، الاطوال والاحجام مختلفه، مراحل اللي انا هعرف اصمم لها الزي او انفذ لها الزي ده سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي، كل ده بيبقى محتاج له اعرف التكاليف بتاعته، بحسب تكاليف القطعه الاولى وبعد كده بحسب تكاليف الكميه، وفي نفس الوقت بحسب حاجه اسمها تكاليف مباشره للمصاريف المباشره والمصاريف الغير مباشره. المصاريف المباشره اللي هي بتدخل في المنتج، اما المصاريف الغير مباشره اللي هي المصاريف الاداريه زي الاداريين الموجودين عندي داخل المؤسسه، النقل، التسويق، كل ده بيحسبه داخل المقايسة بتاعتي. نبدأ نشتغل مع بعض. أول حاجة عندي التعرف على الهدف من المقايسة والمواصفات الفنية التي تؤثر على كمية القماش. يعني أنا المقايسة اللي أنا هعملها دي إيه الهدف منها؟ إيه الهدف من المقايسة؟ الهدف من المقايسة إن أنا أحسب الخامات اللي داخلة جوه المنتج. طبعا أنا بيتعمل تصميم او موديل، يا اما بيجي لي موديل جاهز او انا بعمل تصميم. يبقى انا التصميم بتاعي ده هحتاج له ايه علشان خاطر انفذه؟ لا، الخامات اللي انا هدخلها ايه، مواصفاته ايه، لازم اعمل حاجه اسمها تحليل للموديل. يعني انا بمسك الموديل كده وبحلله، بشوف متكون من كام قطعه، هل متكون من قطعتين، متكون من قطعه واحده، هل في لونين. يعني احنا مثلا لو شايفين الموديل مثلا قدامنا كده هلاقي ان هو قماش كاروه وداخل معاه دانتيل، والدانتيل ده ممكن اجيب التوب بتاع الدانتيل، في زراير، في حلي، يبقى انا في لازم اعمل تحليل للموديل. يبقى الموديل ده عندي داخل فيه خامه اساسيه اللي هو القماش الكاروه، هتلاقي الخامات المساعده اللي هو الزراير، طبعا الخيط اللي هيتنفذ بيه الموديل،
والدانتيل اللي هو متركب حوالي تحت الفستان. يبقى انا كده لازم اعرف ايه هي المقايسة، الهدف من المقايسة ايه، ان انا زي يبقى موديل قدامي اعمل له تحليل، احلل الموديل واعرف مواصفاته الفنية ايه، علشان بناء عليها اعرف احسب كمية القماش اللازمة، كمية الخامات المساعدة اللي لازمة للموديل. تاني حاجة التعرف على مواصفات المنتج ومستلزمات الانتاج والمقاسات المختلفة. ايه هي مواصفات المنتج؟ يعني انا هنا لو جات بصيت للمنتج اللي قدامي هلاقي القماش بتاعه ايه، المواصفات بتاعه فستان دريل، دريل ده ممكن يكون دريل المدرسة. المستلزمات ايه بيحتاج ايه، هيحتاج قماش كارو، هيحتاج ستان، ممكن الستان ده يبقى قطيفة، هحتاج زراير، هحتاج خيط عشان انفذ بيه المنتج. يبقى دي لازم اكون محلل الموديل وحلل كمان القصة بتاعته، اقول مثلا ده ايه، ده الموديل دوت مكون من قطعتين، القطع اللي تحت جونيلا فيها كشكشة، الجزء اللي فوق الامام قطعتين، بس هنا الامام بقول عليه امام كامل لانه فستان كروازيه، ومن خلف طبعا ما دام هو في فتحه من الامام يبقى في الخلف ما فيش فتحه، يبقى الخلف قطعه واحده. طبعا هنا الموديل من غير اكمام لان هو دريل، في مزود بايه، بكولا، في ايه كولا من ايه في الامام. يبقى هنا انا بعرف مواصفات المنتج، مواصفات الموديل عشان احدد المستلزمات بتاعتي ايه للمقايسة بتاعتي. هنا لو شفنا هنا ده زي المدرسة، بيبقى في طلبيات بتنزل للورش او المصانع بالموديل المطلوب، بحدد المواصفات، الالوان اللي نازلة، ممكن يكون موديل واحد بس ايه بيختلف في الالوان من مدرسة لمدرسة، البادج بتاع المدرسة بيختلف، ممكن البادجات بتاعة المدرسة بتختلف من مدرسة لمدرسة، في مدارس ما بتحطش بادج، في مدارس بتحط بادج. يبقى أنا هحدد من خلال الموديل ايه هو نوع الخامة اللي أنا هجيبها، سواء ترجال سواء لينو، يعني أنا لو هعمل شميز هجيب قماش لينو عشان يبقى خفيف وايه ويبقى سهل في الغسيل. طبعا الدريل بيبقى يا إما بيبقى جبردين أو ترجال، لانه ده بيستحمل مع النزول المدرسة كل يوم للطالب، فبيحتاج ايه ان هو يبقى سهل اللبس وايه ويحتاج يستحمل الحركة بتاعة الاطفال. زائد كمان انا بحدد من خلال الموديل ايه هي الخط الانتاجي اللي انا هحطه، يعني ايه نوع المكن اللي انا هحطه عشان اخاطر اعمل الموديل ده. فهو مدام في بادج في الموديل بحط في البادج ده، طبعا كده انا هحتاج ايه، هحتاج مكنه تطريز. هنكمل مع بعض. اكساب الخبره في تقدير ثمن الاقمشه والخيط، اكساب الخبره في تقدير ايه ثمن الاقمشه والخيط. يعني هنا انا عندي هنا الخيوط اللي انا بستخدمها زي ما احنا شايفين كده، ايه الخيوط اللي انا بستخدمها للماكينه. طبعا انا ما بستخدمش بكر صغير، انا بستخدم بكر كبير. طبعا بستخدم أقمشة حسب نوع الخامة اللي أنا نوع الموديل، بختار الخامة بتاعتي سواء ستان سواء ترجال حرير لينو حسب نوع الخامة. بختار طبعا برضو الأقمشة سواء منقوشة أو سادة، دي الأقمشة والخيوط اللي أنا بتبقى موجودة عندي بختارها حسب الموديل. وبعدين أنا الخامات اللي بتبقى موجودة عندي في الموديل او في المصنع دي بتبقى موجودة داخل المخزن، فلازم الاول قبل ما اشتري الخامات اشوف المخزن عندي في خامات ايه وهكمل عليها، مش ان انا اشتري خامات وافضل ايه اركنها، لا انا لازم اشوف عندي الخامات. طب انا بشوف ازاي، هل انا بدخل اعمل جرد؟ بعمل جرد، بس انا ممكن يبقى عندي حاجة اسهل كمان، ايه ان انا بدل ما ادخل كل شوية المخزن واشوف اعمل كارد عندي، لا انا بعمل ايه بس بحط في الملفات على الكمبيوتر عندي، بخزن في الملفات عندي الخامات اللي موجودة عندي بعددها، تم سحب ايه وفاضل ايه، بحيث ان انا لما اجي انزل اشتري خامات بشتري الخامات اللي انا محتاجاها ايه بكمل على اللي عندي، ما اعملش ايه ما اشتريش واركن، لان الخامات دي بعد ما بتتركن فترة طويلة بتبقى صلاحية بتاعتها بتنتهي لان هي بتتأثر بالرطوبة، فبالتالي ان انا كده هخسر المصنع او الورشة عندي، انا لازم اشوف
الخامات اللي موجودة عندي كميتها قد ايه، ومحتاج ايه ان انا ازود عليها ايه. نكمل مع بعض. اكتساب الخبرة في ايجاد ثمن الخامات وحل تمارين حسابية متنوعة. انا طبعا هنا ازاي يبقى عندي الخبرة في ايجاد ثمن الخامات؟ يعني انا دلوقتي لما باجي انزل اشتري خامات بعمل حاجة اسمها ايه؟ عروض اسعار. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنزل اشتري خامة زي ايه؟ زي الترجال، بنزل اشوف اسعاره ايه في السوق. طبعا بنزل الاماكن اللي فيها اماكن الجملة واشوف اسعار، بعمل عروض اسعار، يعني بشوف كل محل هيديني اسعاره ايه. بعد ما بعمل عروض الاسعار ده بنقي اقل ايه؟ اقل سعر. بس مش بنقي اقل سعر بس، لا، بنقي اقل سعر وبنقي اجود خامة. يعني ممكن تكون اقل سعر ده الخامة بتاعته ايه؟ رديئة. ممكن يبقى اعلى سعر الخامة بتاعته جيدة. فانا بختار ايه؟ بختار الخامة الاول الجيدة والتكون مطابقة للمواصفات، وبعد كده برضو بشوف ايه اقل سعر في العروض اللي موجودة عندي. يبقى دي الفن اللي انا بعمله، ازاي اعمل عروض اسعار للمنتجات، وازاي اشوف ايه اعمل ايه جات ثمن ايه الخامات. يعني ازاي يبقى عندي خبرة في ايه ثمن الخامات. يبقى انا بقى لازم يبقى عندي خلفية على كل اتمان الخامات، بحيث ان انا لما انزل اعمل عروض اسعار اعرف ايه هشتري انهي خامة ونوعها ايه، وهل السعر ده مناسب ليها ولا غالي ولا رخيص. ده اللي هو ايه، ازاي يبقى عندي خبرة في شراء ايه الخامة وحدد ايه ثمن الخامة. اكتساب الخبرة في حساب اسمان الخامات. طبعا احنا عندنا الخامة، ازاي بحسب ثمن الخامة؟ يعني انا دلوقتي عندي الفستان مثلا، لو قلت ان انا عندي فستان، الفستان ده هياخد 2.5 متر ايه قماش. فانا 2.5 متر قماش بقول ان ثمن القماش بتاعه 50 جنيه. يبقى انا هحسب، يبقى الفستان الواحد هيكلف كام؟ يبقى انا هاخد 2.5 واروح ضربهم في 50 جنيه، هيطلع لي ثمن الفستان الواحد. يبقى انا كده حسبت ثمن فستان واحد، دي الخامات ايه الاساسيه. طب الخامات المساعده، هشوف الفستان الواحد بياخد بكر خيط قد ايه، لو في زراير هياخد كام زرار، وسعر الزرار كام، وسعر الايه البكره كام، لو هيبقى فيه سوسته برضو سعر السوسته كام. يبقى انا هشوف الخامات المساعده اللي داخله في انتاج الفستان، واشوف الايه الخامات الاساسيه اللي داخله في ايه في الفستان، واحسب ثمن كل متر كل واحد اخد قد ايه. هتلاقي ان انا هتحسب عندي تكلفة كلية لإيه؟ للفستان الواحد. طب لو انا عندي بقى كمية طلبية كبيرة، يبقى الطلبية الكبيرة دي ان انا مثلا الفستان الواحد هيكلفني 150 جنيه خامات، يبقى انا كده هقول ان 150 جنيه خامات للفستان الواحد، لو عندي 100 فستان يبقى انا 150 جنيه هضربهم في 100، هيطلع لي ثمن الكمية الخامات اللي هت ايه لازمة لتنفيذ الكمية دي كلها. ده الفن ازاي احسب الخامة، ازاي احسب ثمن الخامة، ثمن تكلفة الخامات اللي داخلة في المنتج. نكمل مع بعض. اكتساب الخبرة في تقدير اجور العمال والتشغيل. طبعا انا عندي عمال هيشتغلوا في المصنع. طب اللي هيشتغل في المصنع ده هيشتغل ايه؟ انا عندي اول حاجة اللي بيرسمني البطرون، طبعا رسم البطرون ليه اجر. تاني حاجة لو عندي مصمم للموديل، ده مصمم الموديل هياخد اجر. يبقى عن ايه؟ يبقى رسم البطرون ليه اجر. ايه تاني ليه اجر؟ اللي هيفرد القماش، اللي هيفرد القماش ليه اجر، اللي هيقص القماش ليه اجر، اللي هيعمل ايه تاني في الخط الانتاج بتاعي. بقى الخط الانتاج بتاعي اللي هو الماكينات اللي شغاله، ايه نوعيه الماكينات الموجوده في الخط الانتاجي؟ هيبقى عندي مكنه اوفر، مكنه عراوي، مكنه زراير. طب مكن الخياطه، هيبقى عندي كام مكنه خياطه في الخط الانتاجي؟ واحده ولا اتنين ولا تلاته؟ لازم اكون محدد ده، واحدد اجر العامله في اليوم كام. طب افرض ان انا بحسب اجر العامله في الساعه، يبقى برضو هحسب كده الاجر العامله في الساعه كام، وهي هتشتغل كام ساعه في اليوم. يعني انا لو قلت ان العامله هتاخد 15 جنيه في الساعه، هتشتغل كام ساعه؟ هتشتغل 6 ساعات، يبقى انا هضرب ال 15 جنيه في الـ6 ساعات، يبقى بالتالي انا عرفت ايه في اليوم العامله هتاخد كام يوم. طب الورديه بتاعتي قد ايه؟ لو انا هعملها ورديتين، يبقى الورديه بتاعتي لو هي 6 ساعات او 7 ساعات في الورديه، يبقى كده الورديتين كام ساعه؟ يبقى الورديتين 12 ساعه.
يبقى هي هتاخد قد ايه في الورديتين؟ طب انا الطلبيه دي هتحتاج كام يوم في العمل؟ يبقى العمل هتحتاج مثلا اسبوعين، يعني 15 يوم. يبقى انا كده هحسب اجر العامله في اليوم، وبعد كده احسبها في ال15 يوم. طب واحسبهم بعد كده في عدد العمال، انا عندي 15 عامله، يبقى ال15 عامله هحسبها هتاخد كام؟ بعد ما احسب العامله الواحده اجرها كام، بحسب ال15 عامله اجرهم كام. يبقى انا لازم، ده فن، بيبقى فيه فن وفي ابتكار في عمليه ازاي احسب الاجور للعمال واحسب عدد العمال اللي انا محتاجهم في ايه، في تنفيذ الموديل ده. يعني انا الموديل اللي قدامي ده فيه كام عامله، كام خط انتاجي، كام ماكينه، هياخد قد ايه في تغليف، في تعبئه، في كي، كل ده لازم اكون عامله بالورقه والقلم، مش عامله كده كلام، لا لازم اكون عاملها عمليه حسابيه عشان اقدر احسب التكلفة بتاعتي اللي ده ايه اللي انا هتكلفني ليه الموديل واحد، لان التكلفة دي انا بضيفها على تمن الموديل. يعني انا التكلفة دي كلها بضيفها على ايه، تمن الموديل بتاعي. نكمل مع بعض. اكتساب الخبرة في ايجاد جملة التكاليف وثمن البيع. احنا بنقول عليه انا كده بجيب جملة فستان واحد، بحسب فيه جملة الخامات الاساسية والخامات المساعدة، وبحسب فيه جملة الاجور، وبحسب عليه المصاريف الايه المباشره والغير مباشره. بعد كده بجيب جمله التكاليف للايه للبيع بقى. يعني انا هجيب جمله التكاليف للبيع، يعني انا هضيف على البيع ده ايه، هضيف نسبه الارباح، بضيف عليه نسبه الارباح، ونسبه الارباح دي حسب ما انا هحطها 5%، 10%، 12%، بحسب ما انا هحطها على ايه، على السعر النهائي اللي هيطلع لي للقطعه الواحده. اكتساب الخبره في حل تمارين مختلفه طبعا على المنهج. دي احنا طبعا هنقعد نحل تمارين كتير وهنشوف موديلات كتير، مش لازم الموديلات اللي موجوده في الكتاب، لا نجيب موديلات خارجيه ونحسب التكلفه بتاعتها، لان احنا بنقول ان الماده دي ماده بتواكب سوق العمل، ولازم اكون عارف يعني ايه احسب تكاليف موديل. لو انا هفتح مصنع، لو انا هشتغل في مصنع، لو هشتغل في شركه، لو هعمل ورشه صغيره في البيت عندي، هجيب مكنه واشتغل، اعرف ازاي احسب المنتج ما اطلعش خسران. انا دي اهم حاجه، ان انا لو هشتغل لحسابي، ما هفتح مشروع، انا مش عايز اخسر، بالعكس ده انا عايز اكسب. بس ازاي اكسب من الايه، من المنتج بتاعي، ان انا اقدر احسب التكاليف بتاعتي صح، تكاليف المنتج بتاعه المنتج صح. نكمل مع بعض. طبعا دي الموديلات، احنا هناخد اكتر كم من الموديلات نقعد نشتغل عليها. يعني ممكن يكون موديل في محل مثلا عاجبني وعايزه انفذه، باخد الموديل واعمل تحليل ليه، وابدا اشوف الموديل ده داخل فيه خامات اساسيه ايه وخامات مساعده ايه، وهيكلفني كام عشان اقدر اشتري ايه المنتج ده. هندخل بقى ايه على المنهج بتاعنا، منهج بقى الصف الثاني. اول حاجه الباب الاول، الهدف من دراسه المقايسه. ليه انا بدرس المقايسه؟ احنا قلنا احنا بندرس المقايسه عشان اعرف احسب من خلالها الخامات الاساسيه والخامات المساعده والاجور والايه والتكلفه النهائيه للمنتج. يبقى انا من خلال المقايسه دي بقدر احسب ايه، بقدر احسب تكاليف المنتج من حيث الخامات الاساسيه والخامات المساعده والاجور والتكلفه الاخيره اللي هو اوصل من خلالها سعر المنتج النهائي لايه، للموديل او المنتج اللي انا هبيعه، هنزله السوق بكام. ده الهدف الاساسي من تدريس الايه، من المقايسه اللي انا بعملها للمنتج. نكمل مع بعض. المواصفات الفنية التي تؤثر على تقدير كمية القماش. يعني ايه المواصفات الفنية؟ انا دلوقتي الموديل اللي قدامي، مش لازم قبل ما اعمل الموديل اعرف ايه هي مواصفات الخامات، ايه هي انواع الخامات اللي انا هشتريها، ايه انواع الخامات، خامات صناعية، خامات طبيعية، خامات تركيبية. طب الخامات الطبيعية زي ايه؟ زي القطن والصوف. الخامات الصناعيه زي وعندي برضو في الطبيعي الحرير، عندي الخامات الصناعيه اللي داخل فيها فتله صناعي زي الترجال، زي الجبردين، زي الكريب، زي كل الروزالين، الايزيس، كل دي خامات ايه، خامات صناعيه.
الخامات التركيبيه اللي بيبقى فيها ايه اسبوست زي ايه زي الفسكوز، وبيبقى فيه اللي هي الاقمشه اللي هي ايه بتبقى ضد الحريق اللي بستخدمها في الملابس الخاصه. فلازم اعرف ايه هي مواصفات الخامات الاول، واعرف ان انا لما اجي اشتري موديل انا الموديل ده هشتري له انهي نوع من انواع الخامات. هل الموديل ده هيتنفس في خامه طبيعيه؟ هل هيتنفس في خامه صناعيه؟ هل هيتنفس في خامه تركيبيه؟ طب التركيب النسجي للخامه، انا عندي خامات نسجيه وخامات ايه وخامات طب ايه مطبوعه، وفي خامات منسوجه برضو لازم، وخامات التريكو برضو لازم اعرف انواع الخامات دي. الخامات الايه النسجيه اللي هي الخامات اللي هي بتبقى ايه ما فيهاش نسبه مطاطيه، لكن خامات التريكو اللي بيبقى فيها نسبه ايه مطاطيه عاليه. نيجي بقى هنا برضو هناخد انواع الخامات المساعده ومستلزمات الانتاج. ايه هي انواع الخامات المساعده؟ انا عندي خامات مساعده كتير جدا، عندي اول حاجه الخيط، عندي خيوط حرير، عندي خيط تطريز، عندي خيط خيوط التطريز بتختلف بانواعها، عندي الخيط القطن، وعندي خيط الحرير برضو ده بستخدمه، في خيط كمان اللي هو خيط الصناره اللي هو الخفيف ده بستخدمه في البرم وفي حياكة الفساتين السواريه. عندي طبعا ايه الزراير، السوست، الكباسين، الحليات اللي هي الابليكات اللي انا ممكن اركبها خارجية، لو في الوردات الصناعية، اي حاجة اكسسوارات، الخرز والترتر، كل ده بقول عليه ده خامات ايه خامات مساعدة. يعني ايه خامات مساعدة؟ يعني انا بستخدمها لتكملة الزي. يعني انا طبعا دلوقتي لو انا عندي هعمل جيبة، لو ما عنديش خيط هل اقدر انفذ الجيبة دي؟ لا طبعا، لان انا لازم يبقى عندي خيط عشان اقدر انفذ الجيبة. طب الجيبة دي محتاجة ايه؟ محتاجة سوستة، يبقى لازم ان انا هجيب لها سوستة عشان اركبها، عشان ايه اقدر افتح السوستة وايه واقفلها وتبقى سهلة في عملية اللبس. ممكن اركب استك، زي الاستك مثلا بتركب في البنطلونات، ممكن بتتركب في الكم من تحت، ممكن يبقى تعمل اللي هو البنطلون اللي هو باستك من تحت بيبقى مدي كشكشه، يبقى او انواع الاساتك، في استك رفيع، في استك عريض 2 سنتي، في 4 سنتي حسب الاستك اللي انا هستخدمه. في كمان بقى الفازلين، الفازلين يعتبر من خامات ايه المساعده، لان الفازلين دوت انا بعمله ايه بتبقى ماده مقويه بقوي بيها الياقه الاساور، فدي انا بحتاجها. في بقى حاجات تانية بقى بتبقى حاجه اسمها اسطمبه. يعني ايه اسطمبه؟ يعني بيبقى عندي مثلا جيوب بتبقى اسطمبه، بروح اشتري جيب ايه بقى اسطمبه كده معموله بالفازلين المقوى وبركبه على الايه على الجيب. في عندي برضو اللي هي الاسوره بتبقى جاهزه، عندي الكولا اللي هي الكولا الفرنجي بتاعت القميص برضو دي بتبقى ايه جاهزه بشتريها بالايه بمقاس الكولا بتاعت القميص. تمام، هنكمل بقى مع بعض الباب التاني، مواصفات المنتج. انا بشوف الموديل وبشوف مواصفاته ايه، يعني انا بوصف الموديل بالتفصيل. يعني احنا لو جينا شفنا الموديل اللي قدامنا كده هقول ان هو بنطلون جينز، يبقى اول حاجه البنطلون ده بنطلون جينز، يبقى الخامه اللي انا هستخدمها ايه خامه جينز، قماش جينز، لونه ايه لونه ازرق. البنطلون ليه قلابه من تحت، يبقى هو معمول بقلابه من اسفل. طبعا في جيبين في الجنب، واكيد في جيبين من الايه من الخلف. طبعا في بتاليتا وفي سوسته بقمر. يبقى انا هنا حللت الايه البنطلون بتاعي، يبقى انا عامل مواصفات المنتج بتاعي، انا عرفت الخامه اللي انا هستخدمها ايه، شكل المنتج ايه، القصات اللي موجوده في المنتج ايه، يبقى ايه كل تفاصيل المنتج. بعد كده ببدا من خلال كده ابدا اعمل ايه المقايسه بتاعتي. هيدخل بقى على الانواع المختلفه من الاقمشه وتاثيرها على المقايسه. طبعا ايه هي الانواع المختلفه للاقمشه؟ تعالوا نشوف كده. انا عندي جميع اشكال كتير وانواع كتير من الاقمشه. الاقمشه دي في منها في عرضين اللي احنا بنقول عليه عرض 150 وفي عرض 90 وفي عرض 100 وفي عرض 70 وفي عرض 60. فلازم اكون عارف عروض القماش اللي انا قبل ما ايه قبل ما اشتري الخامه. يعني انا لو هشتري الجينز ايه عرض 150،
يبقى انا كده عرفت ان انا لما اروح اشتري قماش الجينز للبنطلون اللي انا هنفذه ده، هشتري قماش جينز عرض 150. طب لو انا هعمل تيشرت، التيشرت هختار قماش قطن اللي هو الايه الجرسيه اللي هو بيمط. طب لو انا هشتري هعمل قميص فرنجي، القميص الفرنجي بيبقى قماش قطني، بيبقى عرض ايه، عرض 60 سنتي او 70 سنتي. وحاجه تانية كمان، انا القماش ده بيكش ولا ما بيكشش، ايه طبيعته؟ طبعا القماش اللي بيكش بزود فيه الخامه، وبعدين بعمله ايه، بغسله الاول قبل ما استخدمه، عشان لو كش، عشان انا لو فصلته وكش مني المقاس بتاعه هيصغر. يبقى انا القماش بتاعي لازم اعرف طبيعته ايه، هل طبيعته ان هو بيكش ولا طبيعته ان هو ما بيكشش. فالاقمشه اللي بتكش عندي زي اللينو الفسكوز دي، الاقمشه اللي هي القطنيه اللي بتكش، فلازم ان انا قبل ما استخدمها اعمل لها ايه، اغسلها علشان إيه، احافظ على إيه المقاسات بتاعتي اللي انا هحطها على الايه، على القماش، ويطلع المقاس بتاعي ايه مظبوط. كمل مع بعض. مستلزمات الانتاج وانواعها زي الكلف والزراير والخيوط والسوست، وقلنا ايه تاني، وقلنا الفازلين، قلنا الكباسين، قلنا الابليكات، دي الخامات الاساسية الايه، الخامات المساعدة اللي بحطها، او المستلزمات اللي بحطها في ايه، في الحياكة بتاعتي اللي بكمل بيها المنتج بتاعي. برضو البطانات، انا ممكن ايه، انا هحتاج برضو بطانات زي السالية زي الازيز، دي البطانه اللي انا لو احتجت زي بتستخدم دايما في الجاكيت، ان انا بستخدم بطانات. في برضو اللي هي البطانه اللي هي بتبقى بتاعت الجواكت اللي هي البطانه الفايبر، دي برضو تعتبر من المستلزمات ايه، الخياطه. نكمل مع بعض. المقاسات المختلفه والاحجام، ودي اساسي عندي اللي هي الخامات المختلفه، المقاسات المختلفه والاحجام. انا دلوقتي الموديل، انا ممكن اعمل زي مثلا لو هعمل موديل بتاع ملابس بتاع مدرسه زي كده، هلاقي ان انا الموديل بيختلف. يعني انا دلوقتي عندي تيشرت بكولها بحالي، وعندي جيبه ده للبنات، وهلاقي فيه جاكيت كمان عشان الشتاء ماشي، وهلاقي في جاكيت نوعين، في جاكيت بكولا بحالي، وفي جاكيت عادي اللي هو زي السويتر. يبقى انا لازم اعرف الاحجام اللي انا هنفذ لها الايه، المقاس ده، الموديل ده هعمل منه كام مقاس، كام مقاس عندي هعمله في الموديل ده. لان انا طبعا عندي المقاس مثلا لو مقاس 35، هلاقي مقاس 35 دوت من 35 ل 37، يبقى انا هعمل مقاس 35 و36 و37، يعني هعمل المقاس يلبس 35 و36 و37. يبقى لازم اعرف الايه المقاسات اللي انا هشتغل عليها قبل ما ايه ما انفذ الموديل ده. مهم جدا جدا ان انا اعرف ايه هي الاحجام والمقاسات اللي هشتغل عليها، لان ايه بيختلف من ايه، من جسم لجسم. يعني ممكن يبقى مقاس 35 بس يبقى الاقيه في مقاس 32، هو بيلبس مقاس 32. يبقى لازم اعرف المقاسات والاحجام اللي انا هشتغل عليها لما يجيلي الطلبيه بتاعتي، هيقولي اعملي انا عايز الملابس دي من مقاس 32 لغايه مقاس ايه 40. يبقى انا بحدد ايه الاطوال والاحجام اللي هشتغل ايه عليها قبل ما ايه ما اعمل البطرون بتاعي، وقبل ما ايه ما اشتغل في المنتج بتاعي. نكمل مع بعض. هندخل على الباب الثالث، تمن الاقمشه والخيوط الاساسيه، تمن مستلزمات الانتاج. ازاي بقى احسب تمن الخيوط الاساسيه، ازاي احسب اللي هي الخامات المساعده يعني، ومستلزمات الانتاج بحسبها ازاي؟ يعني كل ما يدخل عندي في المنتج انا بحسبه. يعني لو انا هستخدم ابر خياطه بحسبها، لو هستخدم خيط بحسبه، لو هستخدم سوست بحسبها، لو هستخدم زراير بحسبها. طب في عندي بقى ايه، مثلا انا ما باجي اشتري السوست هشتري اسمها لفه ما او ربطه، ما بشتريش سوسته سايبه، فلازم اعرف تمن الربطه كام. لو هشتري زراير، الزراير بتتباع بالدسته او بتتباع بكيس، كيس كده في كميه، لازم احسب ايه تمن الكيس قد ايه.
لو هشتري كباسين، الكباسين برضو بتتباع بالدستة، يبقى أنا لازم أعرف إيه اللي بيتباع بالطوب، إيه اللي بيتباع بالدستة، إيه اللي بيتباع باللفة، وأحسبها إزاي. يعني أنا دلوقتي أحسب كل إيه، أحسب اللي منتج إزاي. يعني أنا دلوقتي لو عندي اللفة بتاعت السوست ب50 جنيه، بقول اللفة دي فيها كام سوستة، وأقسم الخمسين على عدد السوست اللي موجودة جوه إيه، جوه اللفة، بيطلع فيها ايه حساب السوسته الواحده. طب لو انا هجيب لفه زي ايه، لفه الاستيك بيتباع باللفه، اللفه دي بقى 30 متر، بقسم ال 30 متر على ايه، يبقى انا كده ايه على تمن اللفه على ال 30 متر هيطلع لي تمن الاستيك الواحده. الدانتيل كذلك، يبقى انا ساعات في حاجات بنزل بشتريها بالجمله، باللفه، بالدسته، بالربطه، حسب ما انا ايه، حسب ما يطلع عندي بالصوب، يبقى حسب ما يطلع عندي ان المنتج اللي انا بشتريه بحسب من خلاله الثمن دوت، بحسب الثمن الكلي على الايه الكميه اللي موجوده، بيطلع لي كثمن الايه المتر الواحد هيطلع كده. تمام، نكمل مع بعض. جمله ثمن الخامات، جمله ثمن الخامات، انا عندي ثمن الخامات هنا. الخامات عندي هنا زي ما احنا شايفين كده، انا بدي الخامات دي انا بحطها كده في المخزن، برصها بالطريقه دي عشان خاطر الرطوبه، وتبقى ايه وسهل ان انا اسحبها واحط ايه، وابقى عارف مكان كل حاجه فيها في الايه في الخام. بحسب الخامات ازاي، انا بنزل اشوف انا اشتريت الخيط، اشتريت قماش، بشوف القماش، انا اشتريت القماش ده كمان القماش، انا بنزل اشتري، ما بشتريش القماش بالمتر، انا بشتري القماش بالثوب، فأي ثوب ب30 متر، أي ثوب قماش 30 متر، أي ثوب 30 متر، فبحسب ايه، بشوف أنا اشتريت الثوب بكام. يعني لو فرض إن أنا نزلت اشتريت ثوب الإيزيس ب450 جنيه، هو الثوب فيه 30 متر، يبقى أنا هقسم 450 على 30، هيطلع لي كام متر؟ هيطلع لي عدد ايه، هيطلع لي تمن المتر الواحد، يبقى المتر الواحد ايه ممكن يطلع من 15 ل 17 جنيه، يبقى انا كده حسبت ايه، حسبت تمن الخامه اللي داخله في ايه، داخله في ايه في الموديل. لان انا لما باجي احسب الموديل بقول الموديل مثلا هيكلف 2.5، هيكلف متر ونص، لازم اكون عارف المتر ونص ده هيبقى بكام عندي، واطلعه ازاي من تمن ايه الطوب الايه اللي موجود عندي. نكمل مع بعض، هندخل على الباب الرابع. الباب الرابع هناخد تطبيقات متنوعة على ايه، على الموديلات المختلفة عندي، ان ايه ليه المقررة عندي، وممكن اجيب موديلات من بره بحيث ان انا اتدرب ازاي احسب تمن الخامات الاساسية وتمن الخامات المساعدة وتكلفة القطع الواحدة. نيجي بقى ندخل على اهم حاجة، المنهج للصف التالت. منهج الصف الثالث ده اللي هو تكملة اللي اخدناه في الصف الاول. طب احنا في الصف في الصف الثاني، الصف الثاني احنا اخدنا ايه، اخدنا كمان حاجة مهمة جدا في الصف الثاني، اخدنا ازاي القوانين بتاعة المقايسة، يعني اخدنا ازاي احسب التنايات، الكسرات، البليسي، الكشكشة، الدانتيل، ازاي احسب الاكوال، الكولة احسبها ازاي، الاسورة احسبها ازاي، كل ده احنا اخدناه في الصف التاني. يعني القوانين اللي باخدها في الصف التاني دي هي اللي انا بعتمد عليه في حساب ايه المقايسات، ازاي احسب التانية، ازود التانية ازاي على على المقايسة بتاعتي، مسافات الخياط احسبها ازاي، التوسعات بحسبها ازاي، الكسرات احسبها ازاي، الكالونات بحسبها ازاي، الكشكشة، كل ده انا بحسبه في ازاي اضيفه بقوانين وايه بحطه على المقايسة بتاعة التعشيق بتاعي اللي انا بعمله علشان احسب الكمية كلها هتاخد كده. كل ده انا باخده في الصف الثاني، بكمل عليه بقى في سنة تالتة، بدخل على ازاي بقى ايه احسب داخل مصنع بقى. انا دلوقتي هفتح ورشة او هفتح مصنع او هشتغل في مصنع، ازاي احسب التكلفة بتاعتي بتاعه الايه الكميات اللي داخلاني دي كلها، واعمل ازاي تكلفه كامله لمنتج كامل بحيث ان انا ما اخسرش
وايه وان انا اكسب المكان اللي انا شغال فيه. تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجه الباب الاول، دراسه الخطوات المتبعه في عمل المقايسه لايجاد تكاليف التشغيل مع مراعاه الاتي. طبعا اول حاجه انا بشوف المقايسه عندي، الموديل اللي موجود عندي ايه هي تكاليف التشغيل الخاصه بالموديل ده، يعني انا الموديل قدامي ايه هي التكاليف اللي انا لازمه لتنفيذ الموديل دوت. اول حاجه بشوف مواصفات التصميم، يعني اول حاجه بشوف ايه مواصفات التصميم. احنا قلنا ان احنا لازم الموديل بعمل له تحليل، بحلل الموديل عشان اعرف الموديل ده كم قطعه وايه هي الخامات الاساسيه اللي فيه وايه هي الخامات المساعده اللي فيه وهيحتاج ايه بالظبط والقصات بتاعته ايه والموديل كام قطعه، هل الامام قطعتين تلاتة اربعة، في قصات، في بنسات، في كسرات، في كالونات، كل ده لازم اكون ايه عارفاه من مواصفات التصميم. بعد كده بدخل على المقاسات، الموديل ده هنفذ منه كام مقاس، يعني ايه يعني انا هعمله مقاس 35 لـ 37 ولا هعمل مقاس من 32 لغاية 40 ولا هعمل المقاس ده من 40 لـ 50، يبقى لازم اكون محدد المقاسات بتاعه الايه الموديل اللي عندي. تالت حاجه ابعاد كل قطع من النموذج. انا بعد ما رسمت ما عندي الموديل اهو، هبدا ارسم الباترون بتاعه، ابدا ارسم ايه النموذج بتاعه اللي انا على اساسه هيتم تعشيق الموديل. فلازم اعمل ايه ارسم الباترون بتاع الموديل دوت، واتاكد ان المقاسات بتاعه الباترون اللي طلع مطابقه لمقاسات الموديل وان الموديل مطابق للباترون، يعني القصات اللي محطوطه على الباترون هي المطابقه للايه للموديل. بعد كده بعمل رسم توضيحي بمقياس رسم، طبعا انا بعمل مقاس زي ايه بقول عليه التعشيق، برسم التعشيق على ورقه كبيره، بحط ورقه التعشيق دي ده اللي بعمل عليه هعمل عليه القص، يعني ده اللي انا هقص عليه اللي انا هنزله عشان بعد ما يفردوا القماش هيبداوا يقصوا الايه الباترون من على القماش. فلازم يكون الرسم التوضيحي بتاعي اللي انا عامله مناسب للموديل اللي انا حاطه بالظبط، بحيث ان انا لما احط الرسم التخطيطي على الفرشه بتاعتي يطلع الايه المقاس مظبوط مناسب كمان لعرض القماش اللي انا ايه مختاره، ما يكونش الـ 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 الرسم التخطيطي اللي انا عامله اكبر من عرض القماش، يعني ما يبقاش عرض القماش 90 وانا عامل الباترون الرسم التخطيطي على 150، يبقى كده ايه في اجزاء كتيره من الايه من الموديل مش هتبقى موجوده. نرجع مع بعض كده، يبقى انا هنا بعمل ايه بعمل رسم توضيحي بمقياس رسم لاجزاء النموذج لامكان معرفه كميه القماش المطلوبه، يعني انا من خلال الرسم التوضيحي ده بقدر اعرف كميه القماش المطلوبه هنا قد ايه للموديل، كميه القماش المطلوبه قد ايه للايه للموديل الواحد. بعد كده بشوف نوع القماش وعرضه وثمنه، يعني بشوف ايه نوع القماش المناسب لتنفيذ الموديل ده وعرضه قد ايه وثمنه كام. زي ما احنا قلنا احنا بننزل بنجيب الخامه حسب نوع القماش اللي انا هنفذه للايه للمنتج بتاعي. بعد كده برضو بشوف كميه الخامات الاساسيه والمساعده اللي انا هحطها في ايه في المنتج دوت عشان اشتريها وثمنها كام، يعني كل حاجه ببدا بقى ايه بالاتمان، بشتري الكميه وكمان ثمنه كام، كل ده انا حاسباه من خلال ايه من خلال الرسم التخطيطي اللي انا عملته، حسبت كل ده وبنزل على اساسه بقى بشتري الخامات بتاعتي. بعد كده بحسب الكميات المطلوبه مطلوب تشغيلها وطريقه تشغيلها على الاجهزه والالات. انا دلوقتي حسبت تكلفه المنتج الواحد، حسبت تكلفه ايه المنتج الواحد. برجع بقى اشوف المنتج ده مطلوب منه كميه قد ايه. طبعا انا هنا لما باجي اعمل موديل، لما بيجي لي موديل اعمله بعمل حاجه اسمها عينه، يعني بعمل عينه عشان اعرضها على العميل والعميل اقول له ان المنتج انا عملته اهو
وتكلفته هتبقى بالسعر ده، وبكون حاسب كمان الكمية هتكلف قد ايه. والعميل لازم يشوف المنتج ده، هيقولي المنتج ده مناسب للمواصفات اللي هو طالبها ولا غير مناسبة. بناء على العينة اللي انا بنفذها دي بيبقى بعمل عليها بقية الطلبية. فببدأ احسب ايه، احسب اشوف الطلبية كلها هتكلفني كام، وابدأ اشتري الخامات اللازمة للطلبية كلها. يعني انا ما بنزلش مرة واحدة اشتري خامات للطلبية، لا، انا بعمل عينة، ومن خلال العينة اللي بعملها دي بحسب من خلالها ايه هشتري الطلبية، هشتري كام لتكلفة الطلبية، هتكلفني كام خامات، علشان ايه، واكون متفق مع العميل الاول قبل ما انفذ ايه الطلبية، عشان بعد ما انفذها والعميل يقول لي لا ده الموديل مش مناسب، لا ده الخامة مش عجباني، لا، يبقى لازم العميل يبقى معايا في كل خطوة بايه بنفذها في المنتج، علشان ما يجيش بعد كده يقول لي لا انا مش عاجبني ايه الموديل، لا انا مش هاخد الكمية، وانا بالنسبة لي كمصنع او كورشة اخسر ايه، اخسر الفلوس بتاعتي. نكمل مع بعض. طبعا هنا ببدأ ايه احط المنتج، وايه وابدأ ايه المقص دار يشتغل على الايه القص بتاع الكمية المطلوبة كلها. بعمل بعد كده تقدير الثمن التشغيل والاجهزة والالات والمصاريف الاضافية اللي انا هحطها. ده طبعا الخط الانتاجي بتاعي اللي انا ايه اخترته لتنفيذ الطلبية. باجي بعد كده للباب التاني، دراسة تسمين الخامات الاساسية اللازمة لكل تصميم. ببقى محدد الخامات الاساسية ايه وايه اللازمة لكل تصميم بتاعي. دراسة تسمين الخامات المساعدة. ندخل بقى على الباب الثالث اللي هو الاجور، ازاي احسب اجور العمال وعلاقته بالتكاليف. واحنا قلنا ان انا بحسب كم عاملة عندي في الخط الانتاجي زي ما احنا شايفين كده، والعاملة دي هتشتغل كم ساعة في اليوم، هل هتشتغل وردية واحدة ولا ورديتين، والعاملة الواحدة بتاخد كام، والمنتج الطلبية بتاعتي دي هتاخد كام يوم. ومن خلال كده بقدر احسب ايه الامور بتاعة العمال. طبعا هنا بحسب برضو اللي هو رسم البطرون وتكاليف العينة الاولانية اللي انا بقى بعملها للمنتج. بدخل بعد كده على اجور التشغيل للالات والمعدات والاجهزة المستخدمة وكيفية تقديرها. طبعا بحسب كل الخطوط الانتاج اللي داخل المصنع، وبضيف بعد كده المصاريف الغير مباشرة وعناصرها وكيفية تقدير ايه الكهرباء. دي بقى المصاريف الغير مباشرة اللي هي الكهرباء، الاجور، النقل، التغليف، كل دي بقول عليها مصاريف غير مباشرة. تقدير ثمن التكلفة الفعلية للوحدة والغرض من الارباح وكيفية ايه تقديرها، ثمن البيع مع اضافة الربح واعطاء تمارين وامثلة ايه متنوعة. كده احنا خلصنا المقايسة بتاعتنا، وعرفنا ازاي احسب التكاليف واحسب الارباح بتاعتي ازاي، وان انا ما اطلعش ايه في المصنع بتاعي اطلع منه ايه خسران. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونكون الحلقة بتاعت النهاردة تكون موفقة. وانا معاكم على الجروب، اي اسئلة واي استفسارات تحت امركم، واشوفكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله.